السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض برنامج لايبراري اوفيس رايتر. هو عامل زي مايكروسوفت دوكومنت، بس هو الميزة اللي فيه ان هو مجاني واوبن سورس. لو احنا جينا هنا وقلنا له نيو، فتقدر تعمل ملف تكست، تقدر تعمل سبريد شيت زي الاكسل، برزنتيشن زي الباوربوينت وهكذا. بعد كده تلاقي قائمة اوبن، تقدر تفتح اي ملف من الملفات. زي ما انت شايف في حاجات خاصة بالتكست، بالسبريد شيت، برزنتيشن، زي ما انت عايز. وفي حاجات امتدادات خاصة بالبرنامج الاوبن، وفي حاجات خاصة بالمايكروسوفت دوكومنتس، وحاجات خاصة بالبي دي اف وهكذا. فهو بيفتح برامج كتيرة جدا. هنا ممكن تقول له سيف او سيف از او سيف از تمبليت او اكسبورت، وتصدر الملف ده ككتاب الكتروني. اغلب البرامج المشابهة ما بتصدرش مباشرة لكتاب الكتروني، لكن هنا في امكانية ان انت تصدر للبي دي اف او الاي بي يو بي، او تصدروا عليه صور. بعد كده بلاقي اكسبورت دايركتوري از بي دي اف، لو انت عايز تصدر للبي دي اف مباشره. بتلاقي لو انت عايز تطبع، طيب قبل الطباعه ممكن تعمل برنت بريفيو، بحيث ان انت تبدا تشوف الصفحه بتاعتك. ممكن تشوفها صفحه صفحه او اكتر من صفحه، او بوك بريفيو بالشكل دوت. دي الصفحه الاولانيه، الصفحات اللي بعد كده، وممكن تشوفهم اكتر من صفحه. ممكن تختار مثلا عايز تشوفهم 4 صفح مثلا بالشكل دوت. ممكن تتنقل للصفحة اللي بعديها وهكذا. ممكن تبدأ تعمل زوم ان واوت زي ما انت عايز. ممكن تشوفها كفول سكرين. ممكن تبدأ في امر الطباعة او تعمل كلوز للبريفيو وترجع للوضع العادي. البرنت بقى اول حاجة طبعا هيقول لك اختار الطبعة اللي انت عايزها. عايز تطبع اول بيجيز كل الصفحات ولا صفحات معينة، تقدر تكتب اسامي الصفحات اللي انت عايزها. اول صفحة ممكن تقول انا عايز الصفحات الفردية او الصفحات الزوجية. الحجم الطباعة مثلا A4 وهكذا. تقول له برنت يبدأ يطبع لك.